اهلا بكم في حلقه جديده من كورس الميديا سيستمز. ان شاء الله النهارده هناخد المقاطعه الخاصه ب RB0 انتربت، يطلق عليه اكسترنال انتربت زي ما احنا شرحنا في فيديو الخاص بالمقدمه. عشان اتعامل مع RB0 انتربت لازم اتعامل مع انتكون ريجستر في 3 بت اساسيين. زي ما قلنا قبل كده ان RB0 بيبقى عليها سنسور او سويتش، لما بيحصل فيه تشينج التشينج ده ليه شرط، يا اما يبقى رايزنج يا اما يبقى فولينج، وقتها اوتوماتيك الفلاج هيبقى 1 انتربت فلاج INT IF. طبعا ده بيبقى واحد اوتوماتيك لما المسبب الخارجي يحدث، وفي انتربت انيبل لازم ده افعله عشان يحصل انتربت. الاثنين دول لما يبقوا بواحد اوتوماتيك بيعمل ووكينج اب للبروسيسور. لو انت مفعل الجلوبال عندك بواحد يبقى وقتها يروح ينفذ الانتربت اللي في البرنامج، او يروح يدخل داخل داله الفويد انتربت عشان ينفذ الكود الخاص بالانتربت. اول بيتس محتاجها هنا في الريجستر ده اسمها interrupt enable، يطلق عليها RB0 interrupt external interrupt enable bit INTE، ودي لما بتبقى بواحد يبقى انت فعلت enable الخاص ب interrupt RB0. interrupt flag ده بيبقى بواحد اوتوماتيك لما يحصل interrupt خارجي على B0، ولازم انت تعمل له reset داخل مين السوفت وير، انت اللي بتصفره بايدك داخل السوفت وير. ما انساش كمان افعل global enable interrupt. كمان في register اللي هو الاوبشن register عندي في bits مهمه زي البت اللي اسمها انتربت ايج. احنا قلنا هيحصل تشينج على B0 هيسبب انتربت، يا ترى التشينج ده هيبقى شكله ايه؟ لو كانت واحد معناها انت شغال على الرايزنج ايج، يعني مع الرايزنج ايج يحصل انتربت. لو انت حطيت فيها 0 معناها مع الفولينج ايج يحصل انتربت. دي رسمه بتوضح الكلام ده. عندي هنا في تشينج على B0، التشينج ده بيبقى طبعا سكوير ويف، ممكن تبقى من 0 ل 1 ومن 1 ل 0. يا ترى هيعمل انتربت مع الايدج الاولانيه ولا الايدج الثانيه؟ اللي بيحدد الكلام ده البت اللي اسمها انتربت ايدج الموجوده في الاوبشن ريجستر، اكنها بتتحكم في سويتش. لما القيمه دي تبقى 1 معناها ان السويتش ده لفوق يبقى هو شغال على الرايزنج، لما القيمه دي تبقى 0 يبقى السويتش لتحت يبقى هو شغال مع الفولينج، الفولينج اللي هو يتغير من 1 ل 0. وبالتالي لو انا شغال على الرايزنج ايدج وانا موصل على B0 خارجيا سويتش، فالسويتش ده مع بدايه الضغط بيديك حاله، ومع رفعه ايدك يعني مع نهايه الضغط بيديك حاله ثانيه. فنفترض ان جايه الاشاره مين فولينج كده، يعني كانت 1 مع بدايه الضغط هتديك 0، يبقى دي الفولينج ايدج، وانت بترفع ايدك هيديك 0 تتحول لواحد. يعني في تشينج هنا بيبقى مرتين، يا ترى انهي تشينج اللي يعمل انتربت؟ اللي بيتحكم في الكلام ده وقلنا انتربت ايدج. فانا لو قلت اوبشن ريجستر دوت انتربت ايدج بيساوي 1 يبقى انا شغال مع الرايزنج كده. قلنا ان انت تكتب اسم الريجستر دوت اسم البت او اسم البت مباشره اندرسكور بت، لو خليتها بواحد قلنا احنا شغالين على مين؟ على الرايزنج. الرايزنج يعني يتغير من 0 ل 1، فالتغير من 0 ل 1 ده وقتها على طول يحصل مين؟ انتربت. لو حصل تغير من 1 ل 0 وانت في السوفت وير ظابطها على 1 يبقى مش هيحصل انتربت هنا ولا اكنه شايفها. مع الفولينج ايدج وخليت الاوبشن اندرسكور ريجستر دوت انتربت ايدج بيساوي 0، دي معناها ان انت شغال مع الفولينج ايدج. فولينج ايدج معناها ان لما يحصل تشينج من 1 ل 0 وقتها يحصل انتربت، اما لو حصل تشينج من 0 ل 1 ولكنه شايفها مش هيحصل اي حاجه، يبقى مع التشينج من 1 ل 0 يحصل انتربت ومن 0 ل 1 مش هيحصل حاجه. تعال نشرحها بشيء اكثر من التفصيل. لو انا عندي مقاومه كده بول داون، بول داون يعني المقاومه هي المتصله بالارض، ديفولت داخل 0، لما انت تضغط هيروح تتحول من 0 ل 1 ويبقى داخل على المايكرو كنترولر وقتها 1، ده في حاله ان انت ضغطت على السويتش. لو انت عايز الانتربت يحصل في الحته دي مع بدايه الضغط يبقى لازم انت تظبط مين؟ انتربت ايدج بت بواحد عشان انت تشتغل مع الرايزنج، لان الرايزنج انت تحولت من 0 ل 1. اما لو انت رفعت ايدك من على السويتش هيرجع الوضع الطبيعي لمين؟ 0، يعني هي كانت 1 ترجع تاني 0، ده في حاله ان انت عملت تحرير للسويتش او انت رفعت ايدك. وقتها لو انت عايز الانتربت يحصل مع رفعه ايدك يبقى ده اسمها فولينج ايدج، يبقى لازم انت تعرف الانتربت ايدج اندرسكور بت بيساوي 0 في البرنامج. يبقى البرمجه بتتوقف على انت عايز ايه، وتتوقف كمان على الهاردوير بتاعك. ناخد المثال الثاني، لو انا شغال بول اب ريزيستور فديفولت داخل 1، لما انت تضغط يروح داخل مين؟ 0، يبقى هنا ايه؟ هيبقى فولينج ايدج. لو انت عايز مع بدايه الضغط، خلي بالك بدايه الضغط هنا فولينج ايدج، يبقى انت لازم في البرنامج تظبط البت اللي هي انتربت ايدج بزيرو، لكن لو رفعت ايدي او حررت السويتش وقتها هيروح داخل مين؟ هيدخل 1، يبقى هيحصل تشينج من 0 ل 1. لو انت عايز مع نهايه الضغط او مع رفع ايدك يبقى وقتها لو انت عايز الانتربت يحصل في الحته دي مع نهايه ضغطتك وانت موصل التوصيله دي يبقى لازم تعرف الانتربت ايدج اندرسكور بت بيساوي ايه؟ بيساوي 1، لان هي رايزنج هنا، يبقى الرايزنج هنا في النهايه، اما في السلايد اللي فات كانت في البدايه. كمان في بت ثانيه مهمه في الاوبشن ريجستر اسميها RBBU بول اب انيبل بت، دي معناها ان في على B0 وكل بورت بي بالكامل عليه مقاومات داخليه
متوصلة بتغذية 5 فولت. فلو انت شغال بول داون ريزيستور يبقى مش محتاج الريزيستور ده. لو انت عايز تشتغل بول اب ريزيستور وعايز توفر في الهاردوير المكونات الخارجية اللي انت هتوصلها، يبقى انا ممكن افعل البت دي. البت دي بتعمل ايه؟ اكن في سويتش هنا، والبت دي بتتحكم في السويتش ده. فلما انا احط فيها زيرو تقفل السويتش ده. لما تقفل السويتش معناها ان انت وصلت التغذيه بالمقاومه بطرف البن، يبقى ديفولت يروح داخل واحد على بي زيرو وعلى بورت بي بالكامل، تمام؟ لما انت تحط فيها واحد يروح فاتح السويتش، فاتح السويتش يبقى انت دي مش متفعله، يبقى انت لازم توصلها في الهاردوير. ليه لما احط زيرو بتتفعل؟ لان اصلا في الريجستر منفيه، يبقى في الريجستر منفيه معناها ان هي بتتفعل بزيرو. لما احط واحد يتنفي يبقى زيرو لكنها مش متفعل. يبقى تاني لو انت عايز توصل بول اب ريزيستور خارجيه توصلها بالشكل ده، لكن لو انا عايز افعل البت يبقى انا مش محتاج اوصل المقاومه والتغذيه الخارجيه، ده اوتوماتيك هتبقى المقاومه والتغذيه الداخليه متوصلين. عليك انت بس ان انت توصل سويتش خارجي بالارض بالشكل ده، يبقى على بي زيرو اوصل سويتش للارض فقط لا غير، وداخليا هيتم تفعيل البول اب ريزيستور ان انا اخلي هنا زيرو. معلومه تانيه ان لازم البن دي تبقى كانبوت، لو عرفتها كاوبوت وفعلت دي ولا اكنك عملت حاجه. الكلام ده ينطبق على بورت بي بالكامل وليست بي زيرو فقط. ازاي اظبط ار بي زيرو انطربت في البرنامج بتاعي؟ هروح في داله الفويد مين، لازم اعرف البت كانبوت في الاول، لازم افعل الجلوبال وافعل انطربت انيبل بت، وكمان لازم افعل الرايزنج او الفولنج انطربت ايج اندر سكور بت بيساوي واحد او زيرو بناء انت عايز ايه. كمان الخطوه دي زياده لو انت كنت محتاجها، عايز تفعل البول اب ريزيستور الداخليه تكتب نوت اندر سكور اسم البت اللي هي ار بي بي يو اندر سكور بت بيساوي زيرو، قلنا زيرو هو اللي هيفعل. لو انت مش محتاجها يبقى ما تكتبهاش، مفيش مشكله. لما هيحصل تشينج بناء على انت كاتب هنا رايزنج ولا فولينج، وقتها هيدخل جوه داله مين؟ الفويد انتربت، ويروح ينفذ الانتربت بتاعه. داله الانتربت اول حاجه لازم اعمل تشيك على الفلاج، انت فلاج اندر سكور بت يعني ار بي زيرو فلاج بي بواحد، يبقى ده الانتربت المسبب لي بي زيرو. مباشره لما ادخل جوه اف اعمل ايه للفلاج؟ اصفره، ده اول شرط. بعد كده اكتب الكود الخاص ب ار بي زيرو انتربت اللي انت عايز تنفذه واقفل القوس الاف. طب ليه انت بتقول لي هتسال على الفلاج تقول بواحد؟ ما هو اوتوماتيك لما بيبقى واحد بيدخل جوه داله الانتربت حقيقي، بس ممكن يبقى في نوع تاني من انواع الانتربت هتعمل انتربت زي تايمر زيرو، تايمر واحد، الاي سكوير بيروم، اليو ارت، ايا كان. فبالتالي اول ما يحصل انتربت هيروح داخل على نفس الداله اللي اسمها فويد انتربت، هيروح ينفذ الكود اللي هنا لو انت مش كاتب اف. وفي الحقيقه انت الكود ده عايز يتنفذ مع بي زيرو انتربت فقط. فانا عشان اجبر البرنامج او الكود بتاعي انه يتنفذ بناء على حاجات معينه انا عايزها، يعني الكود ده يتنفذ خاص ببي زيرو، يبقى اكتبه جوه اف. لما الفلاج بتاع بي زيرو يبقى بواحد يبقى نفذ الكود بتاعه. طيب لو في فلاج تاني خاص بانتربت تاني بي بواحد، يبقى وقتها روح نفذ الكود بتاعه. ما انساش كمان اصفر الفلاج الخاص بيه طبعا هنا، واقفل قوس اف وبعد كده قوس وايد انتربت. يبقى كده انا ميزت الكود ده يتنفذ مع البي زيرو والكود ده يتنفذ مع النوع الثاني وهكذا. لكن انا لو شلت الاف هنا هتلقى اكتر من نوع، عندنا ما يقرب من 15 نوع، فاي انتربت هيحصل ممكن يدخل جوه ينفذ حاجه وقتها انا مش عايزها تتنفذ، هيبقى في مشكله. هروح مع اول برنامج دلوقتي، عندنا هنا ليد على سي زيرو المقاومه 330 معاها طبعا، وهنا المقاومه بتاعتي بول مين بول داون. اروح لداله الفويد مين اعرف البي زيرو كايه؟ بقى انبوت، وبعد كده اقول سي زيرو بزيرو عشان اعرفها اوتبوت، وقلت ليد بتساوي زيرو. ليه قلت ليد بتساوي زيرو؟ لان قلت هاش ديفاين الليد دي على سي زيرو، فوقتها اقول ان الليد بتساوي زيرو يعني هتبقى طافيه في البدايه. عشان اعمل انتربت انشاليزيشن خاص ببي زيرو، يبقى اول حاجه اظبط الجلوبال بت بواحد، انيبل بت بواحد، وبعد كده اظبط الانتربت ايدج. انتربت ايدج هنا بتبقى بكام؟ بزيرو. معناها ان انا شغال ايه كده؟ شغال مع الفولينج ايدج. وقلت هوايل واحد، وجوه هوايل واحد قلت اسمبلي سليب، دي معناها انه هيدخله جوه سليب مود لو انت مش هتنفذ حاجه. طبعا كلمه سليب دي بتبقى اسمبلي، عشان كده كتبت قدامها كلمه اي اس ام، معناها ان شغال اسمبلي انستراكشن. لو انت مش محتاج الجزء ده طبعا ده ممكن تشيله، او ممكن تبقى هوايل واحد وتشيل الجزء ده مفيش مشكله، بس انا كاتب الخطوه دي عشان هو لو مش هينفذ حاجه يدخل جوه السليب مود عشان اوفر في الباور. طيب هنا انت ظابط الانتربت ايدج على كام؟ على زيرو، بمعنى تبقى فولينج ايدج. فولينج ايدج يعني يحصل الانتربت امتى؟ داخل الديفولت زيرو، لما تضغط يدخل واحد، يبقى كده البدايه رايزنج. يبقى هنا الانتربت يحصل مع بدايه الضغط ولا نهايته؟ مع نهايته. ليه؟ لان انا هضغط هيدخل واحد، اول ما يدخل واحد ارفع ايدي يروح داخل زيرو، يبقى مع رفعه ايدي يحصل الانتربت. في الفويد انتربت هنا الموضوع ببساطه، اول حاجه سالت على الفلاج الخاص ببي زيرو، اول ما ادخل جوه اصفر الفلاج اخليه بزيرو، بعد كده اعمل توجل للليد. نعمل بلت على الوضع ده زي ما قلنا، هنا مع بدايه ضغطتك بيغير بيبقى من زيرو
يتحول لواحد. لو انت ظابط على الرايزنج ايدج يحصل الانتربت في البدايه، اول ما ترفع ايدك هيتحول من واحد لزيرو، يبقى ده مع مين؟ الفولينج ايدج. وفعلا في البرنامج انا كاتب مين؟ انتربت ايدج بيساوي زيرو، يعني هيحصل انتربت فين؟ مع حافه النزول او مع الفولينج ايدج. لو انا رحت للبرنامج كده هنعمل رن، عملت رن هتلقى الديفولت هي طافي. اول ما اضغط بص كده هضغط واثبت، في حاجه حصلت ولا اي حاجه؟ ارفع ايدي ايه اللي يحصل؟ عمل ليها توجل. طب هضغط تاني مع بدايه الضغط مش هيحصل حاجه، ارفع ايدي يعمل لها توجل، يبقى مع رفعت ايدك يحصل مين الانتربت. طب ايه رايكم لو انا غيرت دي، انتربت ايدي هنا خليتها بواحد وعملت بلت، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. نعمل ستوب ورن تاني، ركز كده، يبقى انا هنا عملت ايه؟ يبقى خليتها بواحد، يبقى مع الرايزنج، والرايزنج في حاله التوصيل في البول داون هيبقى في البدايه. اول ما اضغط كده حصل انتربت اهو، ارفع ايدي مش هيحصل حاجه، اضغط تاني عمل توجل اهو، ارفع ايدي ما مش هيحصل حاجه. هنا بول مين؟ بول داون ريزيستور. تعال كده مع بعض هغير الوضعيه، انا جبت بول اب ريزيستور هنا ووصلتها، انا كاتب ايه؟ واحد مع مين؟ مع الرايزنج. بول اب ريزيستور ديفولت عن داخل واحد، يبقى هنا واحد، اول ما تضغط يدخل زيرو، يبقى وقتها دي تبقى الفولينج ايدج، لما ترفع ايدك تبقى رايزنج ايدج. هنعمل بلت على الوضع ده، يبقى هنا هيحصل انتربت امتى؟ احنا قلنا ان احنا حطينا هنا بكام؟ بواحد، يبقى مع الرايزنج، يبقى هيحصل انتربت امتى؟ مع رفعه ايدي، لان ديفولت داخل واحد، اول ما تضغط يروح داخل زيرو. هنعمل رن، يبقى اول ما اضغط يروح داخل مين؟ زيرو، ما يعملش انتربت. اول ما ارفع ايدي يعمل انتربت، اضغط تاني في البدايه ما يعملش انتربت، ارفع ايدي يعمل انتربت، تمام؟ طيب انا لو خليتها زيرو وعملت بلت، زيرو دي مع الفولينج ايدج، يعني الفولينج ايدج هنا هتبقى امتى؟ يبقى هو داخل واحد، اول ما تضغط يروح داخل زيرو، معناها مع بدايه الضغط، اول ما تضغط يروح عمل انتربت. طبعا انا المفروض اعمل ستوب بعد كده رن تاني. نبدا مع بعض كده، اول ما اضغط عمل انتربت اهو، ارفع ايدي ما حصلش حاجه، اضغط يحصل انتربت، ارفع ايدي ما يحصلش حاجه. ايه رايك ان انا عايز اوفر في الهاردوير؟ يبقى انا اروح ماسح المقاومه دي مع التغذيه، يبقى انا هوصل سويتش خارجي مع البن فقط لا غير. يبقى ايه اللي انا اعمله؟ الا اني في البرنامج اروح اكتب الامر ده not underscore rbbu underscore bit، ده خاص بالبول اب مين ريزيستور، لازم تبقى ايه؟ بزيرو طبعا عشان افعل. نعمل بلت كده، طبعا انت ظابط انتربت ايدج مع مين؟ مع الفولينج، مع الفولينج يبقى داخليا داخل واحد، اول ما تضغط يروح داخل زيرو، يبقى يحصل انتربت مع البدايه. نعمل رن، اول ما تعمل رن ركز كده في بورت بي هتلاقيه كله احمر، احمر ليه؟ لان قلنا ان التغذيه الداخليه مع المقاومات اتفعلت، فديفولت هتلقى على البنات داخل واحد من غير ما انت تعمل حاجه. تعال نضغط على السويتش، وقتها حصل انتربت، وقتها كمان البن دي بقيت مين؟ زرقاء، يعني بقيت ارضي. ارفع ايدي ترجع تاني واحد، وهتلقى هنا واحد باللون الاحمر، ليه؟ بول اب ريزيستور داخليا متفعله، والكلام ده كله مع بورت بي. نبتدي نضغط يحصل انتربت، ارفع ايدي ما يحصلش حاجه. لو انت عايز تعكس هنا تخليها واحد عشان تبقى مع الرايزنج مفيش مشكله. اتمنى كده الفكره تبقى وضحت. انا ليه يهمني رايزنج ولا فولينج؟ الكلام ده بيبقى مهم عندك لو في خط انتاجي وفي سنسور بيحس بالمنتج عشان يعمل كاونتر او يعد عدد المنتجات اللي بيطلعها المصنع في وقت معين او في اليوم، فبالتالي المنتج ده بيبقى ليه ابعاد. فهل مع بدايه المنتج، مع اول ما يحس بالمنتج مع الحافه في البدايه يعد، ام مع نهايه احساسه بالمنتج؟ لان خلي بالك هنفترض السنسور اري زيرو، اول ما يعدي المنتج كده هيبتدي يحس بواحد، هيبقى حاسس بواحد طول ما المنتج قدامه بيعدي، مع نهايه الحافه يتحول من واحد لزيرو. يبقى وقتها المفروض ان انا اخلي الكاونتر يعد امتى؟ مع بدايه الحافه ولا نهايتها؟ طبيعي يبقى مع نهايتها. ليه؟ عشان لو الكهرباء قطعت والمنتج وقف هنا السنسور ما يقراش المنتج ده مرتين، لما الكهرباء ترجع هيقراه مره ثانيه وهو اصلا ما عداش السنسور، فما ينفعش اخليه يعد مع بدايه مين؟ احساسه بالمنتج، لا مع نهايته عشان اضمن ان المنتج عدى في نفس التوقيت يديني العدد صحيح لو حاله ان الكهرباء قطعت. معانا هنا سويتش متوصل طبعا بول اب ريزيستور، ومعنا ليد على سي زيرو. لما انا اضغط خمس ضغطات على السويتش الليد دي تعكس حالتها. يبقى نعمل رن هنا، هضغط خمس ضغطات، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، الليد نورت عكست حالتها. خمس ضغطات تاني، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، الليد عكست حالتها، تمام؟ نشوف البرنامج بتاعنا. داله الفويد مين، انا عرفت نفس التعريفات، بي زيرو كا انبوت، وعرفت سي زيرو
كأوبوت، وقلت ان ده متغير اسمه ليه يساوي زيرو طف في البداية، لان انا معرفه بهاش ديفاين فوق زي ما انتم شايفين كده هاش ديفاين اهي، وبعد كده عرفت الجلوبال بواحد والانيبل بواحد، والانتربت ايدج عندي بكام؟ بزيرو. زيرو يعني ايه؟ شغال مع الفولينج ايدج. فولينج ايدج يعني ايه؟ هو داخل ديفولت واحد، لما انت تضغط يروح داخل زيرو، يبقى كده هو اتحول من واحد لزيرو، وانا شغال على الفولينج في البرنامج يعني معناها مع بدايه الضغط. جيت هنا قلت فور عند السلوب، طبعا ايه؟ انا هخلي فيه متغير بيحسب عدد الضغطات اسمه كاونتر. الكاونتر ده اول ما يوصل لخمسه يبقى اف كاونتر بيساوي سو 5، اعمل ايه للليد؟ اعمل توجل، ما انساش اصفر الكاونتر اخليه بزيرو عشان يستعد تاني عد 5 عشان يعمل توجل للليد المره اللي بعدها. طبعا لو ما لقيش حاجه متحققه هنا اوتوماتيك يروح داخل في السليب مود عشان اوفر فيه الطاقه. لما انا اضغط على السويتش مباشره ايه اللي هيحصل مع الفولينج ايدج؟ يعني مع بدايه الضغط يروح داخل جوه الانتربت. اول ما ادخل جوه الانتربت اسال على الفلاج، هل الفلاج بواحد؟ يبقى ده انتربت خاص ببي زي، مباشره اصفر الفلاج واروح الكاونتر ده جوه اخليه بلس بلس، يعني بكل مره يدخل الانتربت يروح زود الكاونتر بمقدار واحد. الكاونتر هنا اخره خمسه، فانا عرفته انساين شورت واديته قيمه انيشال بي زي. يرجع تاني للداله بتاعت بور هنا، يعمل تشيك على مين؟ على الكاونتر، هل بيقي بخمسه؟ يبقى لو بيقي بخمسه يعمل توجل للليد، نفس التوقيت لازم يصفر الكاونتر. الجزء ده ممكن على فكره اكتبه جوه فور، ممكن اشيل الجزء ده من هنا واحطه هنا بعد الكاونتر بلس بلس كده في هنا في الحته دي، كود هنا مفيش مشكله صح برضه. فتعال كده انا شغال مع مين؟ قلنا مع الفولينج، يبقى نعمل بلت بالوضع ده. يبقى ادي ضغطه 2 3 4، بص الضغطه الخمسه مع بدايتها، بص مع بدايتها عمل ايه؟ عمل توجل للليد مع بدايه الضغطه الخمسه، ارفع الخمسه ما يحصلش حاجه. يبقى اضغط تاني 1 2 3 4 مع بدايه الضغطه الخمسه يحصل انتربت، لان انت شغال مع مين؟ مع الفولينج ايدج. الفولينج ايدج هنا داخل واحد تضغط يدخل زيرو، يبقى انت شغال مع الفولينج ايدج يعني بدايه الضغط. طيب لو انا خليت دي بواحد عملت بلت، تعال كده نعمل ستوب بعد كده رن تاني، هنضغط 1 2 3 4، متوقع ايه يحصل مع الضغطه الخمسه؟ مع بدايه الضغط ونهايتها هو داخل واحد، لما انت تضغط يروح داخل زيرو، كده حصل فولينج ايدج. بس انا في البرنامج ظبطه على الرايزنج ايدج، الرايزنج ايدج يعني في حاله تحليل السويتش في الحاله دي. يبقى ادي الضغطه الخمسه ابدا ولا في حاجه حصل، ارفع ايدي وقتها هيحصل الانتربت. فانت لازم تخلي بالك الانتربت هيحصل معاك مع بدايه الضغط ولا نهايته، لازم تعرف الهاردوير موصله ازاي. رقم اتنين لازم تعرف انت هتبرمج ايه في الكود عندك، الانتربت ايدج دي اكتبها ازاي. طب ايه رايك ان انا مش هعمل توجل للليد؟ اول ما الكاونتر يبقى بخمسه هينور الليد وهيعمل ايه؟ هيخلي الديلي 2 ثانيه وبعد كده يطفي الليد ومصفر الكاونتر في الاخر. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. اتفقنا ان انا شغال مع مين؟ مع الرايزنج ايدج يعني مع نهايه الضغطه. نعمل ستوب بعد كده رن، هضغط ادي 1 2 3 4 مع نهايه الضغطه اهي، ضغطت ما فيش حاجه، ارفع ايدي تنور لمده 2 ثانيه وبعد كده تطفي. ركز معايا كده 1 2 3 4 5، واثناء هي منوره انا هعمل ايه؟ 1 2 3 4 5، خدت بالك ما نورتش على الرغم ان انا عديت 5 بعدها. ليه؟ لاني اثناء ما هو بينفذ في الديلي ال 2 ثانيه كان بيزود الكاونتر عنده، لان الانتربت كان شغال بيزود الكاونتر. ففي الحقيقه انت صفرت الكاونتر بعد ما قضيت ال 2 ثانيه بتاعتك، فخلال ال 2 ثانيه كان الكاونتر بيزيد وبيدخل جوه الانتربت. طب انت ما خلصتش ال 2 ثانيه لسه، فبالتالي الكاونتر ما تصفرش. اتمنى يكون الفكره واضحه. نضغط تاني 1 2 3 4 5 كده نور. انا هضغط اثناء الديلي 1 2 3 4 5 ما عملش حاجه، لان هو الكاونتر بيزيد وانت ما لحقتش صفرته، لان انت محجوز جوه الديلي ده. تمام، يبقى نعمل ستوب تاني وادي رن، ادي 1 2 3 4 5، هضغط 1 2، ضغطت ضغطتين فاثناء ان هو كان منور يعني كان محجوز في الديلي، هكمل 3 4 5 ما عملش حاجه. تمام، لان قلنا وقتها هو داخل الديلي فالكاونتر بقي 6 7 8، اول ما يطفي الليد هيروح يصفر الكاونتر، واصلا اف تتحقق لما الكاونتر يبقى بخمسه. يبقى كمان ضغطه 1 ابتدى ينور الليد، خد بالك يبقى بيعد الكاونتر ده بعد ما انت تطفي الليد. اخلي الكاونتر ده بزيرو في البدايه، هنا هعمل بلت، يبقى مباشره اول ما هيتحقق خمسه هيروح يصفر الكاونتر، هيعمل ليد اون بعد كده ديلي 2 ثانيه ليد اوف. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. ادي 1 2 3 4 5 خلال الديلي، 1 2 عملت 2 خلال الديلي، 3 4 5، شفت هو كمل على الحاله اللي قبل كده. ليه؟ لان انت اول ما دخلت هنا مصفر الكاونتر،
فلما يحصل انتربت يعمل كاونت للكاونتر، واثناء تنفيذه للديلي يعني اثناء الديلي ده الانتربت بيبقى شغال وبيكمل على العدات اللي قبل كده. تمام؟ يبقى تاني 1 2 3 4 5 اثناء منور 1 2 3 كده طفت 4 5. اول ما يحصل 5 تروح عامل ايه؟ منوره تاني، لان داخل داله الديلي اللي هو بينفذ فيها هو ما زال بيعد في مين؟ في السويتش الخارجي الضغط كم ضغط. يبقى اثناء ما انت حاجز البروسيسور في الديلي هنا الانتربت فعلا بيدخل يعد في الكاونتر وصل لكام، عشان كده انا هصفره في البدايه لو انت عايز الانتربت عندك يتنفذ ويتحقق في حاله ان انت محجوز داخل الديلي، لان لو انت صفرته في الاخر هنا انت الليد بقيت واحد هو وصل خمسه الكاونتر وصل بخمسه وانت نزلت داخل الديلي الكاونتر هيزيد اوتوماتيك يبقى بست، نزلت داخل الديلي هيزيد بسبعه. تمام؟ اول ما يخلص الديلي عنده هيروح يصفر الليد يرجع يصفر الكاونتر تاني يبدا من زيرو ويعد واحد اثنين وهكذا لغايه ما يوصل لخمسه، اول ما يوصل لخمسه وقتها يروح ينفذ الاف دي. طب والجزء اللي انا ضغطته في اثناء الديلي ولكنه شايفه لانك انت ما صفرتش الكاونتر قبلها فما زال الكاونتر بيعد عندك، فعشان كده لازم اصفر الكاونتر في البدايه عشان اثناء الديلي وانت بتضغط يبتدي يزيد في داله الانتربت عندك. اتمنى يكون الفكره واضحه واتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو والفكره وصلت. لو عندكم اي استفسارات سيبوها لنا على هي التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وانتظرونا في فيديوهات تانية ان شاء الله، وشكرا جزيلا.